Allah 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 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى ال بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح واجعل اعمالنا خالصه لوجهك الكريم. المرحوم الشيخ الانصاري اعلى الله مقامه يستمر في نقل كلام الشيخ الطوسي شيخ الطائفة رحمة الله تعالى عليه في بيان نظره في هذا الموقف يعني موقفه من هذه المسألة وهي حجية خبر الواحد طبعا ليس بالضرورة أن يتفق الشيخ أو الشيخ الأنصاري يعني مع الشيخ الطوسي أو نتفق نحن مع الشيخ الطوسي المهم أن الشيخ الطوسي وهو ليس من المتاخرين يمكن حسابه على المتقدمين يعني المرحوم شيخ الطوسي متوفى 460 يعني متقدم وبالتالي ينقل الاجماع والاتفاق والوضوح وهذا ينفعنا كثيرا لان الذي يقرا كلام المرحوم السيد المرتضى الذي يقول أن الشيعة الإمامية لا يقولون بحجية الخبر الواحد كما لا يقولون بالقياس وأن هذا وضع هذه سبب لنا مشكلة وسبب لنا إرباك فعلى الأقل يكون عندنا دعوة إجماع في قبالها حتى تحسن موقف الذين يقولون بحجية الخبر الواحد ولذا يؤكد على هذا الكلام بالإضافة إلى الثقل العلمي للمرحوم الشيخ الطوسي يبقى يستمر في نقل هذا الكلام طبعا الكلام طويل بالأصل في المتن الأصلي للكتاب أطول من ما هو منقول هنا ولا يخلو عن أهمية لأنه يكشف عن آراء أبناء ذلك الزمان وبالتالي يمكن للإنسان أن يقارن بين الأقوال فإن قيل لا زال الكلام للشيخ الطوسي فإن قيل كيف تدعون طريقة هذا الشيخ الطوسي يقول فإن قيل قيل أو قلت فإن قيل قلت فإن قيل قلت, فإن قيل قلت إلى آخره فإن قيل كيف تدعون إجماع الفرقة المحقة عن العمل بخبر الواحد والمعلوم من حالها أنها لا ترى العمل بخبر الواحد كما أن المعلوم أنها لا ترى العمل بالقياس فإن, جاز فإن جاز الدعاء أحدهما جاز الدعاء الآخر هنا كان القائل يقول هذا فإن قيل كان القائل يقول انه يا ايها الشيخ الطوسي هذا السيد المرتضى وهو هو رحمه الله تعالى عليه يقول ان الاماميه كما انهم لا يعملون بالقياس لا يعملون بخبر واحد هذا كلام شيخك كلام استاذك فكيف تدعي الاجماع كيف تدعي الاجماع وإذا صار البناء أنه ندعي الإجماع على جواز العمل بخبر الواحد فما راح يبقى شيء إذا يمكن أن ندعي الإجماع على جواز العمل بالقياس أيضا إذا ننكر إجماع الإمامية على عدم جواز العمل بخبر الواحد فإذا ننكر أيضا امتناع الإمامية عن العمل بالقياس نقول أنهم يعملون بالقياس أيضا ما بقى ضوابط شيخك وأستاذك والسيد المرتضى يقول أن الإمامية كما لا يعملون بالقياس لا يعملون بخبر الواحد فإذا أنت تقول لا في خبر الواحد إذن يأتي بعدك شخص يقول لا في القياس وما يبقى ضابط إذن فإن جاز ادعاء أحدهما فإن جاز أن شخص يدعي العمل ودعوه دعوة الإجماع في خبر الواحد سيأتي شخص آخر يدعي أن الإمامية مجمعون على العمل بالقياس أيضا ما بقى عندك حاجز يحجزك ويمنعك عن هكذا قول فإذا أنت تمنع من دعوة الإجماع في القياس كيف تجوز في خبر الواحد مع أنهما مقرونان في كلام السيد المرتضى يجيب عن هذا قيل له المعلوم من حالها أصلا هنا يصرح أنه أصلا هذا من الواضحات عند الإمامية جواز العمل بخبر الأحد طبعا ضمن قيود وشروط هو يختارها قيل له المعلوم من حالها يعني الفرقة المحقة الذي لا ينكر هذا من الواضحات التي هي غير قابلة للإنكار طيب كيف قال السيد المرتضى بخلافه ازمه مشكله حقيقيه الذي لا ينكر انهم لا يرون العمل بخبر الواحد اين اين لا يرون العمل بخبر الواحد الذي يرويه مخالفهم هنا تصدى رحمه الله عليه الشيخ الطوسي تصدى لمحاوله توجيه كلام السيد المرتضى تخريج كلام السيد السيد المرتضى لأن صار عندنا ازمه سيد المرتضى يقول المنع من العمل بخبر الواحد من الواضحات عند الإمامية مجمع عليه طيب يأتي تلميذه الشيخ الطوسي وكلاهما من الأعلام ومن الثقات ومن المأمونون على ومن المأمونين على, على الدين يقول لا الإجماع على العمل كيف نحلها فيطرح حل لتوجيه كلام السيد المرتضى يقول ان السيد المرتضى كان بصدد الحوار مع المسلمين من ابناء المذاهب الاخرى كان يدخل في نقاشات علميه مع ابناء الطوائف الطوائف الاخرى الاسلاميه فاذا استدلوا ابناء الطوائف الاخرى استدلوا على مذهبهم برواية منهم ما مروية عندنا ورواتها غير موثقين عندنا، طبعا هذه الرواية بالنسبة لنا ما تكون حجة، كما انه هم ما يقبلون رواياتنا اللي ما تكون موثقة عندهم، هذا امر طبيعي، طبيعي يقول لك انا عندي علم رجال وعندي ضوابط وهؤلاء رجال السند مجاهيل بالنسبة لي لا اعرفهم. فبالنسبة لي كثير من رواتهم يعتبرون من المجاهيل. وبالنسبة لهم كثير من رواتنا يعتبرون من المجاهل بالإضافة إلى سوء الظن خصوصا في قضية العقيدة لأنه يقول أن هذا الراوي كان من الإمامية وهذه الرواية التي يرويها تصب في مصلحته فإذا مقدوح فيها وكذلك بالنسبة لنا عند مناقشة مذاهبهم هذا أمر طبيعي ففي هذا المقام قال أن الرواية لا يعمل بها في هذا المجال اخبار مرويه عند بعض ابناء المذاهب الاخرى بسند غير معروف بالنسبه لنا بسند غير ثابت الحجيه بالنسبه لنا فيكون فاقد الحجيه وبهذا يتم تخريج كلام السيد المرتضى وتصحيح المشكله تصحيح هذه الازمه رفع هذه الازمه قيل له المعلوم من حالها يعني الطائفه المحقه الذي لا ينكر انهم لا يرون العمل بخبر الواحد اي خبر واحد؟ الذي يرويه مخالفوهم في الاعتقاد ويختصون بطريقه اذا كانت الروايه والسند مختص بجماعه معينه هؤلاء الجماعه مجاهيل بالنسبه لنا ما نعرفهم فتكون الروايه ليست بحجه في مسائل العقيده فكانه كانه أن السيد المرتضى يقصد من عدم الحجية هذا المعنى. عدم حجية خبر الواحد، هذا خبر الواحد اللي هو يكون رواته في مسائل العقيدة من المجاهيل من أبناء المذاهب الأخرى، الطوائف الإسلامية الأخرى الذين لا نعلم حالهم. فأما طبعاً لا نعلم حالهم بناء على حجية أخبار المخالفين بشكل عام. هناك أقوال الشيخ الطوسي يقول لا يجب أن يكون من الإمامية قول المعروف أنه ما يشترط أن يكون من الإمامية يمكن أن يكون من المذاهب الأخرى المهم أن يكون ثقة المهم أن ي... الوثاقة ثابتة عند أمام من أي مذهب كان معكم فأما ما كان رواته منهم وطريقه أصحابهم فقد بينا أن المعلوم خلاف ذلك منهم يعني من الطائفه المحقه يعني من الاماميه فاما اذا كان رواه الحديث من الاماميه ومن اصحابهم ومن المعروفون ومن المعروفين بالوثاقه فقد بينا ان المعلوم خلاف ذلك المعلوم هو الاجماع على الحجيه وليس الاجماع على عدم الحجيه. وبينا الفرق بين ذلك وبين القياس. لا تقولوا انه اذا جوزتم هذا في خبر الواحد فجوزوه في القياس ايضا، انتم تقولون انه قام الاجماع على حجيه خبر الواحد، نقول ان السيد المرتضى قد قرن بين خبر الواحد وبين القياس، فاذا انتم جوزتم مخالفه السيد المرتضى، دعوه الاجماع عند السيد المرتضى في خبر الواحد فسياتي من يجوزها في القياس ويقول لا انه الاجماع عند الاماميه على القياس لان ما بقت ضابطه يقول لا واضح الفرق بينهما وبينا الفرق بين ذلك وبين القياس وانه لو كان معلوما حظر العمل بخبر الواحد لجرى مجرى العلم بحظر القياس وقد علم خلافه انصافنا ايضا هكذا اصلا من الواضحات انه هناك فرق شاسع في موقف الاماميه من القياس وموقف الاماميه من خبر الواحد ولو كان في صف واحد وهو المنع لبان واتضح هذا الامر فان قيل اليس شيوخكم لا يزالون نفس الكلام بالنسبه للسيد المرتضى عندما تاتي مساله فيها خبر واحد يقول هذا خبر واحد لا يفيد علما ولا عملا فإن قيل أليس شيوخكم لا يزالون يناظرون خصومهم في أن الخبر الواحد لا يعمل به ويدفعونهم عن صحة ذلك حتى أن منهم من يقول لا يجوز ذلك عقلا البعض يقول أنه لا يجوز عقلا العمل بخبر الواحد ومنهم من يقول لا يجوز ذلك سمعا من خلال النصوص لأن الشرع لم يرد به وما رأينا أحدا تكلم في جواز ذلك ولا صنف فيه كتابا يريد كأنه هذا القائل يريد يطعن بدعوة الشيخ الطوسي أنه من أين لك دعوة الإجماع على العمل بخبر الواحد والحال أنه ما وجدنا هذا عند علمائكم بل وجدناهم لا يعملون بخبر الواحد ولا صنف فيه كتابا ولا أملا فيه مسألة فكيف أنتم تدعون خلاف ذلك قيل له من أشرت إليهم من المنكرين نفسه يبقى يشير إلى المرحوم السيد المرتضى على الله مقامه وبعض النقولات عن الشيخ المفيد أيضا كذلك إنما تكلموا من خالفهم في الاعتقاد أن إذن يرجع يأكد على هذه النقطة يحاول أن يوجه كلام السيد المرتضى في أنه عندما ينفي حجية خبر الواحد هو في البحث الاعتقادي وفي الروايات التي تكون مروية في البحث الاعتقادي من بسند غير معروف بالنسبه لنا بسند من الاخرين من ابناء المذاهب الاسلاميه الاخرى انما تكلموا يعني حاوروا وناقشوا وناظروا في العقيده من خالفهم في الاعتقاد ودفعوهم من وجوب العمل بما يروونه من الاخبار المتضمنه للاحكام التي يرون خلافها وذلك صحيح على ما قدمنا بالنتيجه نحن عندنا اخبار تثبت شيئا والاخرون ابناء المذاهب الاسلاميه الاخرى عندهم اخبار تخالف هذه الاخبار وتثبت شيئا اخر فيناقش في تلك الاخبار، هكذا يريد يوجه العباره يريد يوجه كلام السيد المرتضى وذلك صحيح على ما قدمناه ولم تجدهم اختلفوا فيما بينهم علماء الإمامية ليس بينهم اختلاف في مسألة حجية العمل بأخبار الأحد وحجية أخبار الأحد وجواز العمل بأخبار الأحد إنهم يجيزون ذلك ولا خلاف فيما بينهم في هذه المسألة وإنما يحصل الخلاف عند الحوار مع المذاهب الأخرى فأولئك يرون شيئاً ونحن نروي شيئا اخر، اولئك يرون ان رواياتهم حجه ورواياتنا ليست بحجه، ونحن نرى العكس، نرى ان رواياتنا حجه ورواياتهم ليست بحجه، جذور هذا الخلاف خلاف فقهي اعتقادي اصولي جذوره ترجع الى الخلاف في الامامه. هناك المباني عندما تختلف في الامامه، طبعا النتائج ستختلف، هذا امر طبيعي. فكل هذا يحاول ان يوجه به كلام السيد المرتضى وبعض النقولات عن الشيخ المفيد اما بين الاماميه فيما يرويه الاماميه فيما بينهم فليس بينهم خلاف ولم تجدهم اختلفوا فيما بينهم ولم تجدهم انكر بعضهم على بعض يعني وانكر بعضهم على بعض العمل بما يرونه لا ينكر بعضهم على بعض يعني لم تجدهم انكر بعضهم على بعض الا نعم في بعض الاحيان إلا في مسائل دل الدليل الموجب للعلم على صحتها في بعض الموارد في غير هذه الموارد الآن نتحدث بشكل عام بعدين نأتي لهذه الموارد بشكل عام الإمامية عندما يستنبطون الأحكام الشرعية يستدلون علماؤهم يستدلون بالأخبار بالروايات غير المتواترة وغير معلومة الصدور أخبار آحاد يستدلون بهذه الاخبار باخبار الاحاد ولا احد منهم يعترض على هذه الطريقه في الاستدلال كلهم يقبل هذه الطريقه في الاستدلال وهذا كاشف عن انهم يقولون بالحجيه نعم في بعض الموارد يكون هناك نص يكون هناك روايه الا اننا نعلم نعلم يقينا ان الحكم على خلاف هذه الروايه هناك خبر ولكن قطعا الحكم مخالف لمفاد هذا الخبر في هكذا مورد الذين يعلمون عندهم يقين بان هذا الخبر مخالف للواقع هؤلاء يعترضون على الذي يستدل بالخبر يقولون هذا الخبر معلوم عدم الصدور او احيانا يمكن ان يكون قد صدر ولكن هذه الدلاله قطعا غير صحيحه علمه عند اهله لا نعرف ما هو المقصود به بالنتيجه هذه المفاد هذا الظهور هذا الاطلاق هذا العموم قطعا مخالف للواقع فيناقشون في هذا المورد في هذا المقدار في مورد يكون عندهم علم ويكون هناك خبر ظاهره مخالف او صريح تختلف الحالات مخالف لعلمهم فيأتي شخص يستدل على مفاد هذا الخبر، يستدل بالخبر. فيقال له هذا معلوم البطلان. يبقى أن الخبر صدر أو ما صدر، أحيانا يحصل قطع بعدم الصدور، وأحيانا لا يمكن أن يكون قد صدر فعلا، لكنه مفاده ليس بهذا الشكل، يكون هناك عنده سياق مقطوع، يكون هناك له خصوصيات، يكون هناك ظروف محيطة بالخبر ما وصلت إلينا فلا نستطيع أن نرد الخبر بسهولة ونقول أن هذا خبر موضوع يمكن أن يكون صدر ولكن من يفهم معناه ومن يعرف ظروفه المهم لا نعمل به ويعترضون على من يعمل به في هذه الموارد يعترضون على من يعمل بالخبر إلا في مسائل دل الدليل الموجب للعلم على صحتها وأنها مخالفة لمفاد الخبر فإذا خالفوهم فيها أنكروا عليهم لمكان الأدلة والأخبار المتواترة بخلافه، العبارة ليست بذلك الوضوح بالنتيجة إذا استدل شخص بالخبر على حكم مقطوع البطلان، صحيح فيه خبر ولكن قطعًا الحكم ليس كذلك، نحن نعلم بالحكم لأنه عندنا أخبار أخرى متواترة محفوفة بقرائن المهم أخبار أخرى أقوى من هذا الخبر واصل إلى مرحلة العلم فالالتزام بهذا الخبر والتعامل والإفتاء على أساس هذا الخبر يكون غير صحيح وغير علمي واستعمال غير موفق يعترضون على هذا المقدار فإذا خالفوهم فيها أنكروا عليهم لا لأنهم استعملوا الخبر بما هو خبر كلهم يستعملون الخبر ولكن من جهة أنه مخالف للمقطوع لمكان الادله والاخبار المتواتره بخلافه على ان الذين اشير اليهم في السؤال احتراما ما يذكر اسم الـ الـ السيد على الله مقامه وانما يشير اشاره استاذه استاذه لفتره طويله يشير اشاره يقول هذا الذي تشير اليه السيد المرتضى وامثاله أسماءهم معروفه فلا يضر بالإجماع تقدم أنه إذا خرج من الإجماع بعض ممن من هو معلوم النسب هذا ما يضر بالإجماع على أن الذين أشير إليهم في السؤال أقوالهم متميزة بين أقوال الطائفة المحقة وقد متميزة يعني معروفة مميزة مشخصة نعرف أنه فلان وفلان وفلان قالوا به طيب هؤلاء خرجوا وقد علمنا انهم لم يكونوا ائمه معصومين، نعرف ان الخارج ليس هو الامام، فيبقى الداخل هو الامام. وكل قول قد علم قائله، وعرف نسبه، وتميز من اقاويل سائر الفرقه المحقه، لم يعتد بذلك القول، ولا يضر بالاجماع شيئا، لان الاجماع يبقى في الباقي، بالنتيجه هذا اللي تقدم اجماع الدخولي، بالنتيجه الباقون فيهم الامام بناء على الاجماع. لأن قول الطائفة إنما كان حجة من حيث كان فيه معصوم هذا طريقتنا في, في الإجماع الإجماع عندنا ليس حجة بنفسه ليس حجة بما هو هو برأسه وإنما بما هو كاشف عن السنة كاشف عن قول المعصوم فإذا خرج ثلاثة ونعلم أن المعصوم ليس فيهم فالمعصوم يبقى في الباقي بناء على تصويرات الإجماع لأن قول الطائفة بنفسها ليس حجة بنفسها ليست حجة إنما كان حجة من حيث كان فيهم المعصوم فإذا كان القول من غير معصومين خرج ثلاثة أربعة من هذا القول وقالوا بعدم الجواز ونعلم أن المعصوم ليس فيهم فإذا المعصوم يكون في الباقيين علم أن قول المعصوم داخل في باقي الأقوال داخل في فإذا كان عندنا قول أليف وخرج منه أربعة أشخاص نعرفهم بإسمائهم وقالوا بالقول باء. فإذا ليس فيهم الامام، اذا الامام في القول أليف. فإذا كان القول من غير معصوم علم ان قول الامام داخل في باقي الاقوال ووجب المصير اليه لانه هو الاجماع لانه هو الذي فيه المعصوم على ما بينته في الاجماع، الشيخ الطوسي يقول على ما بينته في الاجماع. ثم الشيخ الانصاري قال انتهى موضع الحاجه من كلامه قال ثم اورد على نفسه بان العقل اذا جوز التعبد بخبر الواحد والشرع ورد به فما الذي يحملكم على الفرق بين ما يرويه الطائفه المحقه وبين ما يرويه اصحاب الحديث من العام هناك اختلاف في المبنى البعض يقول لا اقبل الا من الامام ومنهم الشيخ هنا شيخ الطوسي والبعض يقول لا أقبل من الثقة أيا كان فنتكلم الآن بناء على كلام الشيخ الطوسي وليس مطلقا الشيخ الطوسي يقول أنه إذا كان العقل يجيز العمل بأخبار الآحاد والرواية قد وردت به فما الذي يجعلكم تخصصون العمل فقط بأبناء طائفتكم يقول هذا مبنى هذا عندي دليلي دليلي قام على هذا بس هذا الدليل صح او خطا المبنى صح او خطا بحسب بعد البحث فما الذي يحملكم على الفرق بين ما يرويه الطائفه المحقه وبين ما يرويه اصحاب الحديث من العامه ثم اجاب عن ذلك بان خبر الواحد اذا كان دليلا شرعيا فينبغي أن يستعمل بحسب ما قررته الشريعة تارة دليل عقلي راجع العقل تارة دليل شرعي وطبعا الراجع الشرع نثبت الحجية لخبر الواحد الظني بالمقدار الذي دلت عليه الشريعة الشيخ الأنصاري يعتقد بأن المقدار الذي دلت عليه الشريعة هو أن يكون إماميا فهذا بعد من حاسب نقول أن يقول أنه العقل يجوز او لا يجوز أو العقل يجوز المهم انا مقدار اللي دلت عليه الشريعه بالنسبه لرايي هو هذا فينبغي ان يستعمل بحسب ما قررته الشريعه والشارع يرى العمل بخبر طائفة خاصة فليس لنا التعديم ذلك هذا ليس روح رب العالمين الله سبحانه وتعالى يأمرنا بذلك فنحن نسمع ونطيع ليس لنا الخير من أمرنا هذه شريعة بحسب الأدلة التي عنده يعتقد بأن الحجة فقط هو هذا المقدار فيلتزم به. الآخرون إذا اعتقدوا أنه لا الحجة أوسع من ذلك يعملون بذلك. بالنتيجة هذا ليس تكليف الفقيه وليست مسؤولية الفقيه وليس على الفقيه أن يدافع بالنتيجة الله أمر بذلك أنا ألتزم. فبالنسبة للشيخ الطوسي يعتقد أن الحجة فقط هذا المقدار. يجب ان يكون اماميا اكثر من هذا ما ثبت عنده فيلتزم به نقول له لماذا يقول لا معنى الشارع قال ذلك والذي يرون انه اعم ايضا يقولون الشارع قال ذلك بحسب ما فينبغي ان يستعمل بحسب ما قررته الشرع لان امر شرعي حجيه العمل ببعض الظنون امر شرعي وليس امرا عقليا امر شرعي فنرجع للشارع الشارع قال ذلك والشارع يرى العمل بخبر طائفه خاصه فليس لنا التعدي الى غيرها. ثم يقول نحن نشترط العداله حتى لو كان اماميا، فاذا لم يكن اماميا فاذا عدالته مخدوشه باعتبار انه لا يقول بامامه الامام الفلاني في زمانه مثلا او الامامه اللي قبله او لا ياخذ عنهم او الى اخره. وبالتالي وان كان اماميا وليس بعدل ايضا لا ناخذ منه. فهو يشترط ان يكون اماميا وان يكون عادلا، فالامام غير العادل ايضا لا يؤخذ منه. وبالنتيجه هؤلاء الاشخاص المقصرون الذين قصروا في بحثهم العقائدي لا اخذ منهم. على ان العداله شرط في الخبر، اماميا كان او غير امامي، حتى الامام اذا لم يكن عادلا لم ياخذ بعنده، هكذا، مبناه هذا، رايه هذا. يتصور انه الدليل الشرعي يدل على هذا المقدار فقط على المبنى صغيرة يخالفه وما أكثر من يخالف في هذا خالفه خليه يخالفه, يخالفه المهم هذا كلام الشيخ الطوسي نقرأه الآن ومن خالف الحق لم يثبت عدالته بل ثبت فسقه باعتبار هذا يخالف الحق فإذا يخالف الحق طبعا يخالف الحق طبعا على تفصيل هنا تفصيل طويل هذه ليست فتية في المجال الفقهي البحث اصولي ويمكن ان يكون للاخرين اراء مخالفه لهذا الراي كلامنا مع الشيخ الطوسي حديثنا فقط قراءه عباره الشيخ الطوسي وبيان راي الشيخ الطوسي ثم قال رحمه الله يعني المصنف هذا الكتاب الشيخ الانصاري قال ثم اورد على نفسه يعني اورد الشيخ الطوسي على نفسه شيخ الطوسي أورد على نفسه أخذنا كثير يحتاج الأخوة إلى مراجعة هذا المقدار اللي يحب يكتب هذا المقدار فقراءة يعني الكثير من العبارة قد تضيع الهدف الأصلي وهو الدقة والتتبع والتريث والتفكر والتدبر في المسألة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير والصلاح والحمد لله رب العالمين Allah, 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 Ya Allah, 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 Allah.